بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. الباب العاشر بعد المئة، وما زلنا في آداب الطعام. باب تكثير الأيدي على الطعام، يعني يسن سنة أكيدة في سنن النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنت ما تأكلش لوحدك، تأكل مع مجموعة. كل ما تأكل مع مجموعة يبقى الطعام اللي بتأكله ده أبرك، كويس؟ دي سنة. طب واحد بيأكل لوحده يجوز، ما احنا قلنا لك يجوز، احنا بقول لك يسن، يستحب، يعني تبقى جعان وقاعد لوحدك ما تأكلش. ما قلت لكش كده، لا كل يا سيدي. لكن الأفضل كانوا زمان مثلا إيه، الأسر كانوا يجتمعوا كلهم على إيه، على الفطار وعلى الغداء، تملي كده أيام وإحنا صغيرين. حتى لو جينا وأبونا ما جاش نستنى، جاي كمان ساعة، اصبروا شوية، الغداء بعد ساعة. لكن دلوقتي بقينا في زماننا ده اللي يجي يأكل، كل واحد يأكل لوحده، مش بيجتمعوا على الطعام، فهمت؟ بسبب إيه؟ اختلاف بقى ايه مواعيد كل واحد، لان في ناس بتيجي على بالليل وناس بتيجي بتاع، فايه طبيعه الحياه خلتنا محرومين من الاجتماع على الطعام. فعلى الاقل نخليها يوم في الاسبوع، طيب يوم الجمعه ناكل مع بعض مثلا، نعملها يوم من لطائف رمضان وجماله ان الناس كلها بتصوم وبتفطر في ميعاد واحد، فبيجتمعوا على الطعام. فدي من لطائف رمضان ما تلاقيهاش طول السنه، فهمت؟ طول السنه ده بيجي في ميعاده وده بيخرج من ميعاد ما يشوفش حد، فهمت؟ درجة أنا شوف، أنا أولادي هم مستكنين معايا في نفس البيت، أنا بشوفهم في صلاة الجمعة وأنا بخطب الجمعة مع الناس، تصور يعني يقعد الأسبوع كله معهم مستكنين معايا، ده في شقة هنا وده شقة هنا ما شوفوهم. ليه؟ لأن لا ليه مواعيد غير مواعيدي، أنا بنزل في مواعيد وأخرج في مواعيد وهو بيجي في مواعيد، ما نشوفش بعض. وفي الآخر أقول يا الحمد لله أصلي الجمعة، أبص ألاقي أولادي أسلم عليهم بعينيا. ليه؟ طبيعة الحياة أصبحت إيه؟ مش زي زمان. أنت حياة زمان أيام أجدادنا وأبائنا، واخد بالك، كانت ليها وتيرة إيه منتظمة كل يوم، فيفطروا مع بعض الصبح ويخرجوا، يجوا إيه؟ قرب العصر كده خلصوا شغلهم، يتقابلوا ياكلوا، يا إما قبل العصر يا إما بعد العصر جدا ياكلوا، وحاجة ثابتة كده على طول. كان زمان كده، دلوقتي لا، طبيعة الحاجة. فعلى الأقل بقى تعمل إيه؟ تعمل لك يوم في الأسبوع تجتمعوا على الطعام عشان تشوفوا بعض وتعرفوا أخبار بعض. لكن لو قدرت تاكل في كل أكلة زي سيدنا إبراهيم النبي كده، أبو الأنبياء كان ما ياكلش منفرد أبدا، حتى لو جعان وعايز ياكل ومفيش حد يصبر لحد ما يلاقي له حد ياكل معاه. كان سيدنا إبراهيم النبي عجيب، يسموه أبو الضيفان، فهمت؟ لدرجة لما يلاقيش حد والأكل اتحط يخرج يمشي في الشارع ينقله اتنين تلاتة كده تعالوا كلوا معي. ده طبيعي في سيدنا إبراهيم كده، واخد بالك؟ فإيه، لكن على أي حال عندنا السنة الإبراهيمية دي مستمرة، استحباب أن تأكل إيه مع مجموعة، سواء المجموعة تبقى إيه قرايبك، أبوك وولادك وأخواتك ومراتك، أو يكونوا أصدقائك في العمل، واخد بالك؟ يعني انت مثلا بتقعد في العمل مده طويله، فيفضل انك انت لما يجي ميعاد الاكل كل مع اصدقائك في العمل، هيبقى ابرك من ان كل واحد ايه يجيب له سندوتش وياكله لوحده في ركن كده ويدي وشه الحيطه خايف يدي الواحد حته، واخد بالك؟ اه بلاش الحكايه دي. ها، هو لازم في طبق واحد؟ ها، لازم في طبق واحد ولا يفضل كمان؟ يفضل تتناول الايدي على ايه، طبق واحد واسع كده وكله ياكل. لحد دلوقتي المغاربه، انا رحت المغاربه لحد دلوقتي اما يحطوا الاكل يحط الاكل في طبق واسع كده وايه، ويقعدوا دايره وكله ياكل من نفس الطبق، ويشيلوا طبق يحطوا طبق، ويشيلوا طبق يحطوا طبق، لما ايه بطنك دي تبقى خلاص.
لكن ما يحطوش طبقة متعددة. يعني مزايا أهل المغرب لما رحت لقيتهم فيه من الطبيعة الجميلة دي، تلاقي حتى الأنية بتاعتهم كلها كبيرة كده، دي علشان تسع ده. لكن احنا بنحط الإناء الكبير ونحط بعد كده طبق لكل واحد، طريقة إنجليزية اتعلمناها من الاحتلال الإنجليزي، واخد بالك؟ لكن المصريين ما كانوش يعرفوا الحكاية دي قبل الاحتلال الإنجليزي، ما كانوش يعرفوا الحكاية دي. لما نشأت المدارس الأجنبية والحاجات دي، وناس سافرت أوروبا ورجعت، ابتدوا ياخدوا بعض العادات، ففقدوا ايه عادات جميلة كنا ايه. لكن هو عموما تكاثر الأيدي في الإناء بتحصل بركة المسلمين، كل واحد ايده فيها بركة، يوم البركة تقع في الإناء كلها، تروح انت ايه ايه واخد بركة نفسك وبركة المحيطين، وهم ياخدوا بركتك وبركة المحيطين، فهمت بقى؟ فدي عادات إسلامية جميلة على فكرة. وبعدين لما بطلناها انتشرت التخمة والسمنة المفرطة، لأن لما بتاكل لوحدك بتخلص الطبق ويمكن تغرف طبق تاني، لكن لما تاكل مع مجموعة الطبق خلص مع المجموعة، خلاص اتشالوا مع السلامة، قول الحمد لله بقى كفاية كده. فتملم ما هتاكل مع مجموعة من طبق واحد مش هتوصل لدرجة الامتلاء، تقوم باستمرار تبقى رشيق، ما يحصلش. يبقى ايه امراض السمنة المفرطة اللي انتشرت في زماننا ده بسبب ايه؟ الاكل منفردين، من ضمن اسبابها يعني. لكن لما بتاكلوا جماعة مش هتلاقي فيه سمنة مفرطة. الحديث الأول وهو الحديث 57 بعد 700 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. متفق عليه. يعني حتى لو أنتوا اثنين بتعملوا أكل، دوروا على ثالث يأكل معاكم. لو أنتوا أربعة بتعملوا أكل، طب دوروا على خامس يأكل معاكم. يعني النبي عايز إيه؟ الأمة كلها تجتمع كده في الأكل صلى الله عليه وسلم. ما تقولش إن الأكل كده على قدنا بس، لا، ده التاني هيجي هتلاقي فيه بركة هيكفي. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. الشرح: باب تكثير الأيدي على الطعام، أي ما جاء في الحديث مما فيه الإيماء إلى طلب ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. قال ابن المهلب: المراد بهذا الحديث وما في معناه الحض على المكارمة والتقنع بالكفاية، وليس المراد الحصر في مقدار المواساة، وأنه ينبغي للاثنين إدخال ثالث بل ورابع أيضا، لا بحسب ما يحتسب من يحضر. يعني مش معناه طعام الاثنين يكفي الثلاثة معناه لو جاء رابع ما تأكلوش، مش معنى الحديث كده، مش معنى الحديث كده يا أستاذ. معناه يعني إذا اتفق أنتوا عاملين أكل يكفي اثنين، واتفق في ثالث هاتوا، طب واتفق في رابع هاتوا برضو، طب في خامس هاتوا برضو، وربنا هيبارك. فهمت؟ أدي معنى إيه الحديث، ما تاخدوش كده على حرفيته. فهمت؟ يعني يجي لك رابع وأنتوا اثنين تقوم تأكل الثالث وتقول الرابع، خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول طعام الاثنين يكفي الثالث، انت ما قالش الرابع، انت ما قالكش روح انت. لا، مش معنى الحديث كده، مش معنى الحديث كده ابدا. فهمت؟ ووقع عند الطبراني ما يرشد الى العله في ذلك، واول: كلوا جميعا ولا تفرقوا. شوف النبي بيقول ايه، ودي ايه امر هنا ليس للوجوب، ده امر ارشادي للاستحباب، والصارف عن الوجوب ايه؟ قرينة، وهي انه امر تعلق بالعادة، فكل امر تعلق بالعادة يكون للاستحباب وليس للوجوب، وكل امر تعلق بعبادة يكون للوجوب. يبقى نشوف امر النبي متعلق بعادة يبقى ده للاستحباب، فمتعلق بعبادة يبقى للوجوب. فهمت؟ فدي قاعدة مهمة عشان تعرف امتى تقول وامتى. كلوا جميعا ولا تفرقوا، طعام الواحد يكفي الاثنين. فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع، وأن الجمع كلما كثر زادت البركة. قال ابن المنذر: يؤخذ من الحديث استحباب الاجتماع على الطعام وألا يأكل وحده. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم. وقد تقدم الحديثان مع شرحهما وبيان من خرجهما زيادة على ما ذكره المصنف هنا في باب المواساة والإيثار. وروى الطبراني في حديث جابر لكن عن ابن عمر بلفظ: طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا. أورده السيوطي في الجامع الصغير، وتقدم في كلام الفتح الإشارة إليه. ندخل بعد كده في أبواب آداب الشرب بقى. شكلت بقى لنا كام يوم بناكل، هنشرب بقى، فنخش في أبواب الشرب. باب آداب الشرب واستحباب التنفس ثلاثا خارج الإناء، وكراهة التنفس في الإناء، واستحباب إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله، يعني كان زمان الصحابة ما كانوش إيه عايشين الحياة البزخ اللي يجيب لك صينية كده فيها كوبايات بعدد اللي هيشربه، ده بزخ. عندك 10 عندك 10 كوبايات، عندك 20 كوباية. الصحابة ما كانوش كده، ده هو بيبقى كوز واحد يمر على الكل يشرب. ده كويس ان البيت فيه كوز اصلا، كانوا عايشين حياة فيها قلة، فهمت بقى؟ وبالتالي كانوا يشربوا من اناء واحد. طب هنشرب من اناء واحد، يوم ايه نبتدي بافضل من موجود، اكبرهم سنا، امامهم، ابوهم، كده نبتدي بيه. وبعد كده يبتدي يتوجه الاناء الى جهة اليمين بقى لحد ما ايه الكل يستوعب كده، فهمت بقى الطريقة؟ لكن احنا دلوقتي ايه الكوبايات كتيرة ما شاء الله، كل واحد بياخد كوبايته، وفي كمان كوبايات ديسبوزبل يعني تاخدها كده وترميها، حاجات يعني اخر بغدادة، يعني بغدادة جاي من بغداد، لان اهل بغداد كانوا زمان عايشين حياة رفاهة في ايام الخلافة العباسية. فالحد دلوقتي اما واحد يعيش حياة رفاهة يقول لك متبغدد نسبة لبغداد زمان، لكن بغداد دلوقتي مسكين وحالي عدم، ربنا ايه يجبر بخاطرهم ويعودوا ثاني متبغددين كما بغددهم الله من قبل. يا رب بغددنا معاهم كمان. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه. يعني في أثناء الشراب مش في الإناء، يعني في أثناء شربه يتنفس، يبقى في هنا في الأثناء مش في داخل الإناء، فهمت بقى؟ يعني يتنفس خارج الإناء. طب وما اللي قال فيه؟ يعني يتنفس في أثناء شربه خارج الإناء ثلاثا. كل ده عرفناه منين؟ من أحاديث أخرى، فهمت؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، يعني تشرب جرعة واحدة كده، وإن كان جائز، جائز مش حرام على فكرة ولا مكروه، لحد ما يخلص الكوباية ماشي، واخد بالك؟ لكن الأفضل على مرتين أو ثلاثة، الأفضل عشان إيه؟ تدي لنفسك فرصة تتنفس وما تشرقش، ممكن تشرق، فهمت؟ لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إن أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. شوف إن أنتم شربتم جاب إن، وفي الحمد قال إذا أنتم رفعتم إذا. طب إيه الفرق؟ أديكم تخطوا إن وإذا، طب ليه النبي هنا نوع؟ لأن عند الشرب ده مشكوك فيه، لأنك أنت مش بتشرب على طول، لكن متيقن إذا شربت أنك هترفع، فعند الشرب متيقن أنك هتنتهي، مش هتفضل تشرب لحد ما تموت، لازم هتنتهي، فدي متيقنة، فجاب لك إذا شربتم فاحمدوا. لكن إيه عند إنشاء الشرب؟ أنت مش بتشرب إلا لما تبقى عطشان، فالأمر فيه نوع تشكيك، مش مستوعب كل زمن، فقال إن إيه؟ إن أنتم شربتم واحمدوا إذا
أنت يا خبر على إن وإذا دي يا دي دنيا تانية تعيش معها تلاقي معاني جميلة. وسموا إن أنتم شربتم واحملوا إذا أنتم رفعتم، رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء، متفق عليه، يعني يتنفس في نفس الإناء. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، يعني إيه خلط اللبن بالماء، لأنه كان اللبن لما يحلبوه يبقى نازل إيه حرارته مرتفعة بإيه بحرارة درع الناقة أو الشاة، فتلاقيه وهم أصلا عايشين في بيئة حارة، يقوموا يجيبوا لك مية ساقعة شوية يحطوها على اللبن عشان تبردوا شوية يقوموا يشربوه، لكن ما يخلطوش المية باللبن لو كانوا حيبيعوه يبقوا غشاشين، لكن يخلطوها لو كانوا حيشربوه، فاهم؟ لأن النبي نهى عن شوب الماء باللبن أي لغرض البيع، وإلا تبقى بتغش، وأجاز شوب الماء باللبن للشرب، واضح؟ هنا بيقول لك إيه؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بلبن قد شيب بماء، يعني خلط بماء. وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي فضله وقال الأيمن فالأيمن، عشان إيه؟ علشان يجبر بخاطر سيدنا أبو بكر، فقال إيه؟ الأيمن فالأيمن، يعني ما كان ممكن يدي الأعرابي اللي هو على يمينه ويسكت، بس أبو بكر على شماله، أبو بكر ليه حق، حق الصحبة وطول العشرة، كان يدي لأبو بكر، العربي ده لسه جاي النهاردة، فعشان إيه يجبر بخاطر سيدنا أبو بكر، قال له إيه؟ ادى للأيمن وقال الأيمن فالأيمن، يعني ابدأوا بالأيمن فالأيمن، فهمت بقى إزاي؟ جبرا بخاطر من على يساره، فدي نقطة برضو مهمة، إنك أنت لو عملت حاجة علشان تبين عذرك فيها، علشان إيه ما يسأش الظن بك، فهمت؟ متفق عليه قوله شيبة أي خلطة. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، المرة دي بقى عن يمينه إيه؟ يعني غلام، يعني صبي على اليمين، كان سيدنا عبد الله بن عباس هو اللي قاعد على يمين النبي، يعني عمره بتاع مثلا إيه 11 سنة 10 سنين 9 سنين. وعلى يساره مين؟ خالد بن الوليد 25 سنة 30 سنة، والاثنين ولاد خالة، فاهم؟ عبد الله بن عباس أقدم إسلاما مع صغر سنه من خالد بن الوليد، فاهم؟ يعني يعتبر شيخ خالد بن الوليد وهو صبي كده، شيخه يعلمه، فاهم؟ لكن إيه خالد أكبر سنا، والعادة إن الإنسان الأكبر يقدم، فالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يجبر بخاطر خالد وهو على يساره فبيستأذن الغلام اللي على يمينه، لأنه له حق من حيث موقعه، وخالد له حق من حيث سنه، فهمت؟ فبيستأذن الغلام، هل تؤثر بهذه الشربة خالد؟ اللي هو أنت بتقول له يا أبي يا أنكل، يعني كبير في السن يا أستاذ، يقول له كده بالنسبة للسن يعني كبير. فسيدنا عبد الله بن عباس فاهم هو عايز يشرب خلف النبي على طول، فقالوا لا لا أثر بسؤرك أحد يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم عجبه الفقه بتاعه فتله في يده، يعني قال له يعني برافو. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، يعني في السن كبار. فقال للغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده، متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه، بس تله دي مش وضعه بسهولة، تله يعني اداه له كده إيه بقوة شوية، كأنه إيه يعني بيقول له عندك حق، يعني ايه يعني بيأيده، يعني فاهم؟ ففيها معنى التأييد، فاهم؟
فكل لغتنا تلاقي كل لفظ ليه معنى يعيشك الحالة، فهمت؟ دي ميزة اللغة بتاعتي، انك انت تعيش الحالة. باب آداب الشرب، الشرح، بضم الشين المعجمة وإدخال المائع الجوف، واستحباب التنفس ثالثا، ثلاثا، واستحباب التنفس ثلاثا، لأن تركه مع توارد للشرب وتصاعد البخار من المعدة مؤد إلى الشرقة. تشرق، يعني إيه تشرق؟ يعني الشرب يدخل مجرى النفس فيحصل إيه؟ يحصل شرقة، لدرجة أن أحيانا يعني بتقتل صاحبها. واستحباب التنفس ثلاثا مذهب الجمهور، وإلا ففي فتح الباري قال الأثرم: اختلاف الروايات في هذا أي عدد التنفس دل على الجواز وعلى اختيار الثلاث، واستدل به مالك على جواز الشرب بنفس واحد. يبقى الشرب بنفس واحد جائز، وتعدد النفس أفضل، فإن عددت فالأفضل أن توتر، فهمت؟ وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب، وقال عمر ابن عبد العزيز: إنما نهي عن التنفس داخل الإناء، أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحد. وقد ورد الأمر بالشرب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعا، أخرجه الحاكم وهو محمول على التفصيل المذكور. أنت يعني افرض أصلا جايب لك مديك نص كوباية، هتنفس ثلاثة فين؟ إيه ده دخلت؟ فعلى حسب، او مديك بقى، او انت عايز تشرب كمية كبيرة، يبقى هنا تتنفس بقى عشان تدي نفسك، او انت مكتفي ب يعني ايه جرعة صغيرة لانك انت مش عطشان قوي، فتكفي مرة واحدة، وهكذا، يعني على حسب الحاجة. خارج الاناء بان يتنفس بعد فصله عن له عن فيه، وكراهة التنفس فيه لئلا يخرج من فيه مع النفس ما يتقذر به الشراب من نحو بلغم او كورونا او ميكروب او بتاع. يعني ايه؟ ما هو دلوقتي العدوى بتيجي من الحاجات دي، انك انت تشرب مطرح مريض، او يبقى في الاناء ريح كريهة لذلك، لان في بعض الناس ريحة نفسها كريهة شوية، بيبقى عنده مثلا ايه لوز مزمنة وصديد في الحلق، جيوب انفية، يوم ايه يسموه ابخر، يعني رائحة نفسه كريهة بسبب مرض ما. فلو تنفس داخل الإناء يوم البخر اللي خارج منه ده يؤثر على رائحة ايه الشراب، يوم الناس تقرف تشرب، فتضيع مالية المشروب، حد يشرب يرموه، فهمت؟ ورمي الايه الاكل والشرب النبي كان يكرهه لانه فيه نوع من الصرف. واستحباب إدارة الإناء على الأيمن، فالأيمن بعد المبتدئ، يؤخذ من قوله بعد المبتدئ أن التيمم بعده لا ينظر إليه، وتقدم أنه ينبغي تقديم ذوي الفضل ثم ينظر إلى الأيمن منه، والله تعالى أعلم. يبقى في البدء بنقدم ذوي الفضل، في البداية نبدأ بالأفضل، وبعدين بعد كده يمشي على الأيمن. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا، متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الأشربة من صحيحه بلفظ: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا، ورواه مسلم فيه. كلمة في الإناء دي إيه؟ اللي يتنفس في الإناء يعني في أثناء الشرب من الإناء، مش معناه داخله. وكذا رواه فيه الترمذي، وقال صحيح، ورواه النسائي في الوليمة، وابن ماجه في الأشربة، وقال النسائي: قال قتادة في هذا الحديث خطأ، يعني لما تدخل قتادة في إسناد الحديث خطأ، ده رأي النسائي، يعني ما فيش قتادة في الإسناد، فهم؟ قال قتادة في هذا الحديث خطأ، يعني قولك قال قتادة خطأ، ما تدخلش قتادة في الإسناد، ده كلام مين؟ الإمام النسائي. ملخصة من الأطراف للمزي، يعني يتنفس خارج الإناء، أي بعد إبانة الإناء عن فيه، إبانتي يعني فصله، فراقه، أبانه يعني إيه؟ يعني زي بانت سعاد فقلب اليوم متبول، فارقت سعاد، فهم؟ بانت سعاد مش ظهرت، اظهر وبان عليك الأمان، لا، يبقى بانت سعاد يعني فارقتني سعاد،
فقلب اليوم متبول متيم إسرها لم يفد مكبول. فقلب اليوم إيه متبول؟ يعني مندهش وإيه بسبب فراقي لها، ومذهول متيم أسير لم يفد مكبول. أسرتني بحبها فخدت قلبي معه ومشيت. فهمت بقى كل ده إيه في بيت بنات سعاد؟ يعني أحسن مرة إيه واحد إيه كان مستضيفينه في التلفزيون فبيقول بنات سعاد فقلبي اليوم متبوله. قال متبول يعني إيه؟ يعني من شدة زي اللحمة المتبلة، فيبقى إيه يعني محروق على فراقها، فخلى متبول من التوابل. حاجة غريبة، حاجة غريبة. يوسف زيدان قال كده، حاجة غريبة، ما يعرفش لغة، مثقف ما يعرفش لغة. فانا فوجئت لما قال كده، يعني ايه الظاهر ايه ده كبابجي بقى بيشرح العلم، يعني واحد بتاع كباب بيشرح الشعر يقول كده بقى، مدبول من التوابل. الشيف شربيني مثلا واخد بقى، لكن اللغه مش كده. احنا ايه اللي دخلنا في الحته دي؟ لكن انا عايز اقول لك يعني ايه، ان اللغه بتاعتنا جميله وخلاص. يعني يتنفس خارج الإناء، أي بعد إبانة الإناء. أهي جت من إبانة، الموضوع ده دخلنا من كلمة إبانة، يعني فراق الإناء، يعني يفارق الإناء عن فمه، وبعدين يتنفس، وبعدين يقربه تاني، وبعدين يشيله يتنفس، وبعدين يقربه تاني. وأراد بذلك الإشارة إلى دفع التعارض بين هذا الحديث وحديث نهي عن التنفس في الإناء الآتي في الباب، بحمل حالة النهي عن التنفس في نفس الإناء حالة الشرب وحالة الفعل على التنفس خارجه. فالنهي على ظاهره وحديث الفعل على تقدير كان يتنفس حال الشراب ثلاثا، أي في حال حمل الإناء. وقال القرطبي قال بعضهم هذا منه صلى الله عليه وسلم معارض للنهي عنه وحينئذ. أصل في ناس فهموا كان النبي يتنفس في الشراب ثلاثا وبعدين النهي النبي نهى، ففهم إن في يعني في داخل الإناء، وقالك يبقى دي خصوصية للنبي. فهمت إزاي؟ فهم كده، لكن أبدا. ليه؟ قال لك لا، خصوصية للنبي لأن النبي لا يتقذر منه. كلام لطيف، لكن مش ما هيش هو ده المقصود. المقصود في أثناء الشرب، لأن احنا عندنا القاعدة إذا فعل النبي خلاف ما أمر، في قاعدة برضو خدها، إذا فعل النبي خلاف ما أمر دل على أن هذا خاص به والأمر لأمته. يعني إذا خلف فعل النبي أمره نعمل إيه؟ ناخد بفعله ولا ناخد بأمره؟ فهمت؟ النبي وصل واصل الصيام، ادي فعله، ونهى عن الوصال فخالف فعله قوله، يبقى النهي متعلق بأمته وفعل الوصال خاص بالنبي. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اذا خالف فعل النبي امره اخذت الامه بالامر وصار الفعل خاص به. عشان كده مشى القاعده دي، قال كان النبي يتنفس في الإناء ثلاثة، ففهم في الإناء بداخل الإناء، والنبي نهى عن التنفس في الإناء، فقال لك هنا خالف فعله أمره يبقى ده خاص بالنبي. فهمت بقى؟ مشى القاعدة دي على هذا الفهم بتاعه. فهمت بقى المسألة؟ أنا عايز أقول لك إزاي هو فكر، العالم نفسه إزاي فكر وطلع لك الحكم. كان يتنفس حال الشراب ثلاثا، أي في حال حمل الحديث. وقال القرطبي وقال بعضهم هذا منه صلى الله عليه وسلم معارض للنهي عنه، يعني فعله معارض لنهيه. وحينئذ هذا بيان الجواز وأن النهي للتنزيل للتحريم، وقيل بل هذا من خصائصه. خدت بالك؟ لأنه كان لا يتقذر بشيء منه. انتهى. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا واحدا، صفة مصدر محذوف أي شرابا، بأن لا تتنفسوا بينه واحدا، يعني على مرة واحدة، يعني كشرب البعير فإنه لا يتنفس بين شربه، ولكن بكسر النون لملاقاتها ساكنة مع شين، لكن اشربوا مثنى أي في نفسين، وثلاث بضم المثلث أنفاسا ثلاثا. تقدم في كلام الفتح أن هذا الحديث وما في معناه محمول على التنفس في الإناء، وحديث الأمر بأن يتنفس في الشراب مرة محمول على ما لم يتنفس فيه. وقال في الفتح النهي عن الشرب من نفس الإناء للتنزيل، وسموا
إن أنتم شربتم، يعني ابتدي الشراب بالتسمية يعني. إن شرطية والضمير المنفصل بعدها فاعل لفعل الشرط المقدر المفسر بالمذكور بعده، وكذا حال الشرطية بعده. واحمدوا إذا أنتم رفعتم من الشراب في كل مرة من الثلاث أو المرتين، واختلاف حرفي الشرط تفنن في التعبير. يعني مرة قال إن ومرة قال إذا، فتفنن في التعبير برضو من ورائه بلاغة. هو هنا واختلاف حرفي الشرط اللي هي إن وإذا. قال لي إن وإذا. وسموا إن واحمدوا إن، أنا كاتب عندي كده يعني في الشرح، فأعدل بقى. واحمدوا إذا أنتم رفعتم. أعدلها عشان هو في الشرح قال كده. لا أنا عندي إذا برضو. لا يعني أنا عندي إن وإن. لا لا يصلحها. طيب. رواه الترمذي في جامعه. وقال حديث حسن. لحنا قلنا لو إذا تفيد التكرار يبقى مع كل نفس تحمد. وإذا قلنا لا تفيد التكرار يكفي آخر مرة. فاكرين انتوا؟ هل إذا تفيد تكرارا أم لا؟ وقال هو ابن عصفور لسه قايلنا صح ولا لا؟ طيب فلو إذا تفيد التكرار يبقى معناه إيه؟ إن يقول بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله، تفيد تكرارا. طب ولا تفيد التكرار يبقى بسم الله يشرب ويسكت ويشرب ويسكت ويشرب واخر مره يقول الحمد لله. فهمت؟ تنفع الاثنين. وذكر الامام الغزالي ايه؟ استحباب التسميه والحمد مع كل مره. فهمت ازاي؟ ده ذكرها في الاحياء الامام الغزالي. وذكر هذا. رواه الترمذي. انا بقول لك ان دراسه هذه الحروف ومعانيها بتفيدك في فهم النص النبوي وتفهمك القران. فاحنا مش بتضيع وقتك يعني، ما تقعد تقرا كده في النحو وفي البلاغه، دي كلها ادوات بتحصلها عشان تفهم كلام النبي وتفهم كلام رب العالمين، مش مجرد ايه ثقافه وخلاص او تضيع وقت. لا، او عشان يجي لك الامتحان يقوم يسقطك عشان انت مش فاهم. لا، مش الهدف ده كده خالص. الهدف اننا نفهم ايه خطاب الله تعالى الينا، وخطاب الله تعالى الينا قران وسنه. فلابد نفهم بقى اللغه اللي ربنا خاطبنا بيها، والا مش هنعرف ننفذ. فهمت بقى يا استاذ؟ رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن. خالفه الحافظ الفتح الباري فحكم بان سنده ضعيف، ثم قال بعده فان كان محفوظا الى اخر ما قال انتهى. والترمذي كثيرا ما يخالفه الحافظ في حكمه على الحديث، على أن النسخة التي عندي من الترمذي فيها ما يوافق كلام الحافظ، فإن فيها حديث هذا حديث غريب وليس فيها تعرض لتحسينه، ورأيت كذلك في نسخة أخرى، والذي حسنه الترمذي في ذلك الباب حديث آخر، فلعل بصر المصنف انتقل منه إلى حديث الباب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. قال المهلب: النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب. برضو النبي نام، ما تلاقي طعام مثلا ايه سخن كده والطبق قدامك تنفخ كده. طب ما انت كده كل الريق بتاعك هيجي على الاكل والناس تاكل. علشان كده احنا ما بنعمل بقى عيد ميلاد ونحط الشمع على التورتايه وهابي بيرث داي تو يو، وبعدين في الاخر كل المعازيم يتفوا في التورتايه وعشان يطفوا الشمع وبعدين ياكلوا. واخد بالك؟ هذه العاده مخالفه للسنه. وعلشان كده انا عندي علمت ولادي وعلمت اللي اعرفهم انهم بيقولوا هابي بيرث داي يوم ما ينفخوش ببقهم، يبقى معاهم كل واحد في ايده ايه ورقه، وبعدين ما يخلصوا يعملوا كده. لكن ما فيش حاجه اسمها دي، لان دي مخالفه للسنه ومخالفة أيضا للعادات الصحية. يعني لو واحد فيهم عنده زكام، عنده أي حاجة، خلى كل التورتاية زكام. فهمت بقى إزاي؟ كل إيه ياكلها ويعيا. فهمت؟ فلازم ناخد بالنا إن إيه السنة النبوية جميلة، وفي عاداتنا ساعات الناس بتعمل عادات وهي مش واخدة بالها، بتبقى مخالفة للسنة ومخالفة كمان للإرشادات الطبية. فهمت إزاي؟ فناخد بالنا. يبقى ما ننفخش وحقيقة بعد هابي بيرث تويو. طب وهابي بيرث تويو دي بدعة يا عم، ده نشيد يا عم، ده نشيد بس بالإنجليزية.
طب خليها عيد ميلاد سعيد، عيد ميلاد سعيد، عيد مبتدا ميلاد ايه مضاف اليه سعيد خبر يا وهابي. حكم الوهابية يعملوا لك مشكلة معانا، يقول لك الدكتور يسري بيشجع الناس على الأناشيد الإنجليزية والعياذ بالله. طب يا سيدي قال المهلب النهي عن التنفس في الشراب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب، من أجل أنه قد يقع فيه شيء من الريق فيعافه الشارب ويستقذره، إذ كان التقذر في مثل ذلك عادة غالبة على طباع أكثر الناس. قال الحافظ ولا فرق في ذلك بين كونه مع غيره أو وحده، إذ لا يؤمن مع ذلك. حتى لو كنت أنت اللي بتشرب لوحدك برضه ما تنفذش داخل هنا، تبقى عادة مستقرة فيك، فهمت؟ أصل بيقولك الكلام ده تعلته لو بنشرب مجموعة عشان ما الناس ما تقرفش، طب أنا باكل لوحدي أعمل اللي يعجبني. لا بيقول لك برضو راعي السنة ولو منفردا حتى تتأدب، فهمت؟ إذ لا يؤمن مع ذلك أن تفضل فضلة، لأن ممكن كمان بقيت أكلك يتبقى حاجة فيه حد غيرك يأكله، مش كده برضو؟ ما هو اللي باقي مش بتحطه في التلاجة علشان بعد كده تبقى تأكله تاني أو حد غيرك يأكله، فما تقذروش. أو يحصل النفور من الإناء أو نحوه. وقال قال ابن العربي قال علماؤنا، أنت عندك ابن العربي؟ في ابن أصلا سقط بعض النسخ. طب كويس، اللي سقط عنده يقول ابن العربي. قال علماؤنا هو من مكارم الأخلاق، ولكن يحرم على الرجل أن يناول أخاه ما يقدره، فإن فعله في خاصة نفسه ثم جاء غيره فليعلمه، فإن لم يعلمه فهو غش، والغش حرام. وقال القرطبي معنى النهي عن التنفس في الإناء لئلا يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء، وعليه إذا لم يتنفس يجوز له الشرب بنفس واحد، وقيل يمنع لأنه شرب الشيطان، متفق عليه. رواه البخاري في الطهارة. وقال الترمذي حسن صحيح، يعني بالتنفس المنيع يتنفس في نفس الإناء. تقدم أن هذا منا إشارة لدفع التعارض بين الحديثين. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بالبناء للمجول بلبن قد شيب بكسر المعجمة، وشوبه إما لإبراد حرارته لكونه حليبا أو ليكثر فيعم. يبقى شوب اللبن بالماء له وظيفتين، إما إبراد اللبن أو تكثير كميته عشان اللي قاعدين هيشرب. افرض أنا جاي لي 10 ضيوف وأنا عندي لتر لبن، أحط عليه كمان لترين مية وأشربهم كلهم، فهمت بقى؟ يعني أحيانا شوبه بالماء لتكثيره، وأحيانا شوبه بالماء لتبريده. بماء، وقد عين في رواية أخرى بأنه الذي حلب وشاب المحلوب بالماء، فإن كانت القصة واحدة فأبهم الفاعل لغرض، وإن كانت متعددة وأن ما في هذا الحديث غير ما في قصتي فالأمر واضح. وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، الجملة حال من ضمير أتي، وقد جاء في رواية وعن يساره أبو بكر وعمر تجاهه. وفي رواية فقال عمر هذا أبو بكر. قال الخطابي الخطابي ها قال الخطابي كانت العادة جارية لملوك الجاهلية ورؤسائهم بتقديم الأيمن في الشرب وغيره، فخشي عمر تقديم الأعرابي على أبي بكر كذلك فنبه عليه، لأنه احتمل. هي العادة دي كانت توارثتها الجاهلية من سنة سيدنا إبراهيم، إنه يدوا الأيمن فالأيمن، فهمت بقى؟ كانت عادة مستقلة، لأنه كانوا واخدين عادات من أيام سيدنا إسماعيل اللي هو خدها من أبي إبراهيم، فهمت بقى؟ فخشي عمر تقديم الأعرابي على أبي بكر كذلك فنبه عليه، لأنه احتمل عنده تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر خلافا لتلك العادة، فتصير السنة تقديم الأفضل في الشرب على الأيمن، فبين
صلى الله عليه وسلم بفعل وقول الأيمنة فالأيمنة، أي تلك العادة لم تغيرها السنة. يعني جاءت السنة تؤيد ما كانوا عليه من عادة وهو تقديم الأيمن، وأنها مستمرة من تقديم الأيمن على غيره وإن كان أفضل، ولا يحط ذلك من رتبته، وكأن ذلك لفضل اليمين على اليسار، ويجوز رفع الأيمن تقول الأيمن على أنه مبتدأ محذوف الخبر، أي الأيمن أحق فالأيمن، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي المقدم الأيمن، أو فاعل لمحذوف أي يقدم الأيمن، ويجوز النصب الأيمن على تقدير قدموا أو أعطوا. قال في الفتح: واستنبط من تكرير الأيمن أن السنة إعطاء من على اليمين ثم الذي يليه هكذا، ويلزم منه شرب عمر قبل أبي بكر، ولكن الظاهر أن عمر يؤثر أبا بكر رضي الله عنه. انتهى. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم في الأشربة من صحيحيهما. قول شيبة أي خلطة، ومحل النهي عن شراب اللبن بالماء إنما هو في المبيع منه، ومحل النهي عن شوب اللبن بالماء مش شراب. أنا مكتوب عندي شراب، صلح اكتبها شوب، يعني شراب لي تبقى شوب، ده خطأ. ومحل النهي عن شوب اللبن بالماء إنما هو في المبيع منه، يعني في لغرض البيع ما تخلطوش بالمية وإلا تبقى غشاش. لما فيه من الغش والخديعة المحرمين. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه أي بعضه. وعن يمينه غلام سيأتي تسميته، وعن يساري أشياخ تقدم معناه، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ قال ابن الجوزي: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي لأنه لم يكن له علم بالشريعة فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. وقال المصنف: السر فيه أن ابن عباس كان ابن عمه، وكان له عليه إدلال، وكان من عن اليسار أقارب الغلام، فطيب نفسه مع ذلك بالاستئذان لبيان الحكم، وأن السنة تقديم الأيمن ولو مفضولا بالنسبة إلى من على اليسار. وقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف به وقال: الشربة لك، وإن شئت أثرت بها خالدا. وفي لفظ لأحمد: وإن شئت أثرت به عمك. قال له عمه ليه وهو ابن خالته في السن، يعني لأنه سنه كبير، وإنما أطلق عليه عمه لأنه أسن منه يعني أكبر منه، ولعل سنه كان قريبا من سن العباس. وإن كان من جهة أخرى من أقراني لكونه ابن خالتي، وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه، فلذا استأذن له ابن عباس بخلاف أبي بكر، فإن رسوخ قدمي في الإسلام وسبقي يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع منه صلى الله عليه وسلم وعدم التأثر بشيء منه. يعني ليه ما استأذنش أبو بكر واستأذن الغلام؟ لأن أبو بكر فقيه وفاهم وراضي بفعل النبي بأي حال، لإيه؟ لكمال تصديقي للنبي. لكن هنا الغلام لسه أقل فقها، فالنبي أراد أن يعلمه فاستأذنه، فهمت؟ قال الحافظ ابن حجر: وظاهر قوله أتأذن لي إلى آخره أنه لو أذن لأعطاهم، فيؤخذ منه جواز الإيثار بمثل ذلك، وهو مشكل على ما اشتهر من كراهة الإيثار بالقرب. انتهى. وقد أجبت عنه في كتاب فضل زمزم. فقال الغلام: لا، المنفي محذوف بدليل ذكره في الاستفهام، أي لا أوثر به والله. وأكد بالتصريح بذكر ذلك المقدر بقوله: لا أوثر بنصيبي منك أحدا، أي من قريب ولا من شيخ، لما في ذلك النصيب من علو المقام المكتسب له بكونه سؤر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وقد تقدم الحديث مع شرحه في باب التنافس في أمور الآخرة، قوله تله بفتح المثنى الفوقية وتشديد اللام أي وضعه. وقال الخطابي: وضعه بعنف، وأصله من الرمي على التل وهو المكان العالي، ثم استعمل في كل شيء يرمى به وفي كل إلقاء، وقيل هو من التلتل بلا التلتل، وهو من التلتل بلام ساكنة بين المثنتين الفوقيتين المفتوحتين، التلتل التلتل. أيوه.
وآخره لم هو العنف، يعني التلتل وهو العنف. ومن وتله للجبين أي صرعه، بس ما يتهيأليش إن سيدنا إبراهيم صرع ابنه كده بالعنف يعني، ها ما يتهيأليش كده. فألقى عنقه وجعل جبينه إلى الأرض. والتفسير الأول أليق إنه مجرد إيه، إنه دفعه إليه خلاص أو وضعه إليه، بمعنى حديث الباب. وقد أنكر بعضهم تقييد الخطابي الوضع بالعنف، انتهى ملخصا من الفتح للحافظ. وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنه أي عبد الله، لأن هذا اللفظ منصرف إليه، وهو ما حكاه ابن التين قال في الفتح، وهذا هو الصواب. وحكى ابن بطال أنه الفضل أخوه، أخو السنة ابن عبد الله الكبير اسمه الفضل. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.